قلت لك 100 مره يا فرح، مش هروح البوليس. يعني مش هروح البوليس، انا مش عايزه مشاكل يا ماجده. مش هينفع، انا عارفه ان انت قلقانه من موضوع البطاقه، بس برضو ما ينفعش، دي كانت هتموتك. وايه يعني اللي حصل حصل وخلاص، واديني قدامك صار سليم اهو، ما حصلش حاجه، انا مش عايزه مشاكل. بقول لك ايه، اوعي تقولي لامك، دي مجنونه ممكن تعمل لنا مشاكل. طب بنروح عليها شويه، ده هي تاخد الرجاله كلها في ساعه واحده. انا ايه اللي خلاني بس يا رب افكر هتحبب اتجوز؟ في ايه يا دلال، ايه اللي حصل؟ ماجد يا ستي عايزنا نتطلق. حلوه قوي دي. تتطلقوا ايه يا دلال، انتوا لسه ما اتجوزتوش، وبعدين ايه اللي حصل لكل ده؟ ابدا حاجه بسيطه خالص، انا قلت له بس اللي حصل بيني وبين كريم الخديوي، فزعل واخدها على نفسه قوي وقال لي كل واحد فينا يروح لحاله. طب يا دي طيب ما تزعليش نفسك. معلش يا ديتا، انت عارفه ان انا وشادي برضو خلاص الموضوع ما بقاش نافع. معقوله حبيبتي يا بنتي؟ معلش كلنا لها. يا فرحتي بيكم انتوا الجوز، انا قلت هتتجوزوا وهرتاح منكم، رجعتوا ترميتوا في عب تاني. يلا يا حبيبتي يلا، انت طول النهار ما اكلتيش، عملت لك صدق اسكندراني يجنن. لا ماما، انا كلمتك عشان تيجي تقعدي معايا بعد اللي حصل عشان ما اقعدش لوحدي، بس مش معنى كده ان انا سامحتك على اللي انت عملتيه. حبيبتي انا عملت كده عشان مصلحتك، بحميكي من عوض. عوض كان عايز يسيطر عليكي، وانت عايزه تبقى انت بس اللي مسيطره عليا صح؟ لو ده في مصلحتك بقى ايوه. تفهميني انك ما بتمشيش طول السنين دي كلها عشان مصلحتي؟ حبيبتي بكره هتعرفي ان انا كل اللي بعمله ده عشانك انت، بس اديني فرصه اثبت لك ده.